سوي شير للشاشة أول مرة للمحاضرة وتسوي هوست، حتى سويت ريكورد، سويتك بعد سوي ريكورد اوكي سوي شير ورجعني هوست. اني هسه صار عندي الريكورد. اوكي تمام. هاي هوست يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ على بركة الله. اليوم إن شاء الله المحاضرة الثانية من سلسلة البرامج المهمة المستخدمة في مجال هندسة النفط بالخصوص المكان. اليوم البرنامج اللي نستخدمه إن شاء الله والسوفت وير هو الـ Interactive Petrophysics اللي هو رمزول الـ I. احنا هذا يخص الـ Formation Evaluation، فراح نبدأ بمقدمة بسيطة عن الفورميشن ايفالويشن. من تسمع فورميشن ايفالويشن شنو معناه؟ اوكي، الفورميشن ايفالويشن هي عمليات استخدام المبادئ العلميه والمفاهيم الهندسيه والتطورات التكنولوجيه حتى نسوي اكسبلوريشن، يعني استكشافات وكذلك تنبؤات للهيدروكربون الموجود بالتكوينات الجيولوجية. أوكي، وبطريقة فريندلي للبيئة، يعني بطريقة ما بيها مضار للبيئة. طبعا هذه احنا ايش نحتاج بيها؟ هذه نحتاج تفاصيل، نحتاج داتا، نحتاج جمع، نحتاج تحليل، نحتاج تفسير بطرق عددية، بطرق عددية وبطرق نوعية، qualification و quantitation. اوكي، وطبعا هذا المجال هو متنوع ومتطور بهندسه النفط. شنو نقدر نسوي الاوبجكتيف من الفورميشن ايفالويشن؟ الفورميشن ايفالويشن هو يرتكز على الويل لوج والكور اناليسيس، على ذني الشغلتين. احنا اليوم راح نشتغل على بيانات الويل لوج. اوكي، هذا حتى نحسب من عنده بوروسيتي، نحسب من عنده بيرمابوليتي، نحسب من عنده الليثولوجي، نحسب من عنده الثيكنس، نحدد الكلي فوليوم، نحدد نوع الفلود الموجود، نحدد المناطق اللي تحتوي هيدروكربون، نحدد الطرق، العفو، نحدد الاقتصاديه او الاقتصاد اللي الطرق الاقتصاديه اللي اقدر استفاد من عندها بانتاج النفط او الغاز. هذا بشكل مختصر الفورميشن ايفالويشن. وهذه بالنسبه للباروسيتي والبرمابوليتي واجهزه اللوك حكينا عنهم بالمحاضره الاولى وعرفنا شلون نستفاد من عندهم وش يسوون اجهزه اللوك. اوكي، هسه نرجع على البيانات مالتنا. هذه البيانات مالتنا هنا انا مخليها بملف. هذه دي تي، الدي تي هذه معناها السونيك، خلي افتحها. اوكي، هذا المجلس مال الدي تي، هذا مثل ما سويناه بالمحاضره الاولى بالنيورا نيورولوج. هذا الويل هدر اللي يشمل لك الستارت، الستوب، منين بدا ومنين انتهى، الستيب، الكومبيني الويل اللي تقدر انه تغير بين وتعدل عليهم، هذا يسمونه الويل هدر. نرجع، هذا الديب، هاي الاعمار، وهاي قراءه الدي تي مقابلها. كذلك هسه هذا الكاليبر والجاما اي نوت باد. كذلك هذا الجاما راي، العفو، والكاليبر، وحكينا عنهم بذيك المحاضره، قلنا احنا ايش نستفاد من عندهم. الجاما راي يحسب لي مناطق الشيل، والكاليبر هو يقيس لي السايز والشيب مال الويل بور. ومثل ما قلنا هذه الويل هدر بمنين الستارت وبي الستوب وبي الستيب اللي على بعد كل 0.1524 متر قراءة. هذه الأجهزة، هذا الاندكشن اللي يخصني اللوج، هذا الانفورميشن، هاي معلومات، المايكروسفيريكال هاي هم تشمل الريستيفيتي، الان بي اتش اي هذه البوروسيتي بالنيترون،
ال R O B H هذه البوروسيتي بولك يعني يرمزوا لها بولك بوروسيتي اللي هي الدنسيتي, وهذا ال S B اللي هو المجلس المعروف اللي حكينا عنه بديش المحاضرة. هذه الانفورميشن هاي إن شاء الله معلومات نحتاجها مصطفى سوي ميوت تابع اكو هنا أنا كاميرا اعتقد مفتوحة هذه المعلومات اللي هي الار مود كيك المود ويت الار ام هاي ان شاء الله هسه نحتاجها اثناء التطبيق بالبرنامج. هذه البيانات عندنا كاملة لأحد الآبار اللي هي بالبزرقاء. اوكي كملنا. هاي بالنسبة للبيانات. الاي بي من اريد اشتغل به لازم اسوي له فولدر على الديسكتوب او باي مكان انا اريده. هذا الفولدر خليني نكتب اي بي مصطفى اذا تسمعني سوي اكو ايفون الكاميرا مالته يعني مفتوحه. مصطفى سويت ميو سويت الكاميرا الكاميرا اغلقها. اوكي هسه نكمل. هسه هذا البرنامج اللي هو يرمزوا له الاي بي او يسموه له الانتراكتيف بتروفيزيك ترابط الخواص البتروفيزيائيه على مود نحصل منها نتيجه. نفتح البرنامج خلينا ننتظر يفتح. اوكي هسه هذا هنا أنا من فتحته اما يقول لي open existing database يعني اما يفتح فد بروجكت قديم انا مشتغل عليه او اسوي براوز اي بي database يعني اسوي شغل جديد. هسه احنا راح نشتغل شغل جديد. هذا هسه اني اخلي اسوي براوز للحافظه اللي اني سويت اللي هي كانت هذه الاي بي سوفت وير. اوكي اوكي هسه خلينا نسوي بعد ما هسه فتحنا هذا البروجكت. اوكي ابدي اني اسوي سيلكت وير. اوكي عفوا كرييت نيو وير اسوي كرييت نيو وير هذا الوير لنفترض خلي نكتبه بي يو واحد. اوكي هسه ايش يطلب من عندنا؟ يطلب من عندنا التوب والبوتوم مال المجسات الموجوده عندنا. هذا التوب والبوتوم احنا لو نباوع كل مجس بي توب وبوتوم كل مجس بي توب وبوتوم لو نرجع هسه انا بعد ما ارجع عندي لو نرجع للبيانات نشوف انه مثلا الاس بي بعد بعمق وال والجاما راي بعد بعمق والنيترون بعد بعمق والروبولك بعد بعمق فأنا شنو أخلي أعماق بحيث تحتوي جميع هذه البيانات أدخل على اللاسات وأشوف منين بادئ ومنين منتهية الأرقام
وأخلي أعماق بحيث تحتوي لي كل البيانات. يعني أنا عندي التوب 3172، خليته 3170 خليته 70 بحيث على مود يصعد للأعلى. أوكي، بالنسبة للبوتوم نزلته اللي هو كان 3428 خليته 3430. أوكي، هذه ميتر الستيب، هذه ثابتة بالآي بي 0.1524. هذه كل 0.1524 من المتر يعطيني قراءة. أوكي، هسه بعدها أجي أسلك هذا الويل اللي هو صار عندنا هذا على مود إنه أنا أشتغل عليه. هسه الخطوة اللي بعدها أني أسوي لود للداتا اللي كانت عندي. أوكي، هسه لود داتا هذا بهاي الصيغة اللي هي لاس لابس لود، هذه الصيغة. أوكي، هسه طلعت لي أني مخليهن على الديسكتوب ومخليهن ببرنامج الآي بي. أوكي، أجي أول شيء للدي تي أعطي أوبن، طلع لي هذا المجلس مع الدي تي. أوكي، اسمه ومعلوماته. أوكي، اسمه ومعلوماته، ثاني أعطي لود. أوكي، هسه أني المفروض أعطي نيو فايل وأرجع ألود الملف الثاني. أوكي، المفروض أعطي نيو فايل، بس هذه النسخة الموجودة عندنا نسخة هاك يعني، فمن أسوي نيو فايل يلغي القديم هذا الثاني اللي سويت له لود ويرجع يسوي جديد، فلازم نعطيه كلوز يعني بهذه النسخ الموجودة عندنا. ونسوي لود للمجلس الثاني. اوكي، مصطفى طلع من الميت وانا اريد يوافق. هسه الجامري اعطي اوبن، اعطي اوبن، اعطي كذلك لود. هسه كلوز، ارجع مره ثانيه هاي الصيغه، اعيد هاي الخطوات بحيث اسوي لود للبيانات كلها. نخلي هنا على اي بي اسوي اندكشن، نعطي لود. هسه شيء اللي يقول لي هذا الكيرف اللي مخلي هذا الانتربل الموجود يعني الاعماق هي اوتسايد اللي انت مدخلها، تريد تسوي لك اكستنت؟ لا يا بخلي انا على اني مدخله. اوكي، لود، سكتوب اي بي، نجهز المايكروسفيريكال اوبن، انطي لود. هسه كلوز، بعدها بعد المايكروسفيريكال اللي هو مجلس مقاوميه، بعدها الان، بعدها الان بي اتش اي اللي هو الفاروسيتي النيترون، انطي لود. هم كذلك هذه نفس المشكله، اعطي كلوز. اوكي، ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا الدروبل اللي هي بوروسيتي بطريقه الدنسيتي. اوكي، كلوز. بقى عندنا اخر مجلس اللي هو الاس بي اللي هو الاس بي. اوكي، طيب،
هسه سوينا لود لكل البيانات الموجودة عندنا. أوكي. من بعد ما هسه تلودت البيانات الموجودة عندنا لودناها بالاي بي سوفتوير، هسه أول خطوة نسويها بعد هذه العملية هي نسوي environmental correction. هذا شنو معناه؟ هذا التصحيح اللي نسويه هو ناتج من شارتات. شلون يعني؟ هذا المجلس ما راح يدخل بالبير، راح يعطينا قراءات، وهاي القراءات ممكن تكون بها أخطاء نتيجة تأثير الظروف الموجودة بالبير. فأجت الشركات، اجت الشركات بدأت تعدل او سوت شارتات حتى تصحح هاي الاغلاط اللي تصير بأجهزة اللوج. اوكي. هذه التعديل صار عن طريق يسمونه الاكتوال مود بروبرتيز، التصحيح هذا عن طريق الخصائص مال المود، وعن طريق الضغط الموجود هيدروستاتيك بريشر، وعن طريق الحراره. اوكي. هذا التاثير اللي يصير على المجسات ناتج من تاثير الدريلنج فلويد، وكذلك الويل جيومتري. فهذه الشارتات هي يعني حسابيا، يمكن ما اعرف بالفتره الدراسه خدتوها او لا، هي باليد يعني تسقيط شارت من الاكس على خط المستقيم وتراجع على الوايت، يقرا لك القيمه الصحيحه. بس هذه هنا انا دخلوها بالسوفت وير، بهذه اللي هي من الكالكوليشن environmental correction. هذه عدة شركات، كل شركة لها تصحيح، يعني شلمبرجر، الباكر، هاليبرتون، يعني هذن كل الشركات تقريبا الرصينة. احنا هنا نخلي نستخدم التصحيح مال شلمبرجر. اوكي. هذا التصحيح. هسه اول شيء الجامري يقول لك الانبوت كيرف اللي راح تدخله هو الجامري اللي دخلته، اللي راح يخرج لك يسمونه جاما جي ار سي، اللي هو جامري كوركتد، هذا المصحح. اوكي. بعد ايش عندنا هنا؟ احنا معلومات عندنا المود ويت، والمود ويت القيمه مالتها لنفترض انه هي موجوده بالانفورميشن، لنفترض انه قيمتها 12. اوكي. قيمه المود ويت 12. بعد عندنا هنا هذا اوبن هول، اذا كان في حال ذا كيست هول لازم تخلي الكيسنج ويت وهذه الشغلات تخلي اوبن هول، يعني انتاج بدون كيس. التوب والبوتوم هو هنا تريد تدخلهن او لا، بس هو اوريدي ما دام دخلتهن بدايه من سويت البروجكت هو هنا راح يستلمهن نفس اللي انت مدخلهن. هسه هذا بالنسبه للجامري. الطيران تاب وانطي بلوت ريزلت، هسه راح يرسم لنا المصحح شلون يعني. هسه هذا خليه نكبره. اوكي. هذه مجرد ضبط، خلي اعيد لكم اياها. كليك ايسر واحد، هذا ايش راح يطلع لك؟ يقول لك هذا الجامري، هذا لونه، وهذا عوف لي هسه الكاليبر انا ما احتاجه، خلي الكوركتد وخلي لي الجامري المصحح. اوكي. الالوان اوكي، هذا العرض او سمك الخط مال الرسم خليه 3. اوكي. وهذا نفس الشيء خليه 3. هذا الستايل ذات يريد تغيره، هذا الستايل ذات يريد تغيره. اوكي. هذا هنا الشيدنج ذات تريد تضيف. هسه اعطي اني اعطي ابلاي واعطي اوكي. هسه هذه هنا انا لو تشوفوها صايره هوس، انا ما اشوف، بس هذا الكوركتد هو الاحمر، فاني والجامري الاصلي هو الاخضر، فهو تقريبا ايش يعطيني؟ يعطيني دليل على انه ماكو اخطاء كبيره صايره، يعني الخط التصحيح اجى على الخط مال الاصلي. بس انا على موتوضع عندي هاي اكثر، هذا كنا اسمه سكيل، هذا السكيل ايش اعطي؟ اعطي فد الف، خلينا نشوفه والله، خلينا نزغره بعد. خلنا نطيب الله 600 ونشوفه بعد اصغر. خليه 500. اوكي.
اوكي هذه هسه صار عندنا التصحيح مال الجاما راي. اوكي بس مرخصتكم على اشوف مصطفى موجود. مصطفى اليوم النت عندك تعبان انت. طبعا اعتذر فصل الانترنت وصار ساعه حاول هسه عين هسه شلون وضعك؟ راح اخليك هوستي معود انا ما اقدر اكمل يعني اذا كل ساعه رساله او كل ساعه يا ادم طبعا خلينا من الساعه قمت احاول هسه يقلقني. يلا هسه راح اخليك هوست. اوكي 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 بس كل ما يفصل مره ثانيه. اوكي هسه هذه انا سويت للسكيل هذا كل ما تزغره كل ما يعني ساعه يشوفوا 60 اصلا شوف شلون صارت يعني مثل ما يسوي لك ستاندرد يعني يسحب اللوج يعني اللوج يصير طويل بس هو نفسه في حاله اذا تجي الضغطه فد الف او هو كان يمكن 2000 بدل 2500 او هي يشبه الحدود. اوكي بس اني ما احبذ هيك هذه ما تستفاد من عندها على مود تعرف خلي فد 500 هذا يبين لك هسه هذا الاحمر الكوركتد والجاماري الخضراء اللي هي المدخله تقريبا صاير شيء على شيء يعني لا بأس انه هذا المجلس قراءاته مضبوطه بس اني بالحسابات اللي راح استمر بها راح هو يعتمد لي كوركتد انه الكاميرا الاصليه ما يعتمد. هسه نرجع للمجسات مال المقاوميه. اوكي هذا الديب لاترال لوج الانبوت مالته الاندكشن لوج. اوكي الشلو هذا الشلو هذا المالت المصحح. اوكي المايكروسفيريكال هذا مصحح. اوكي عندنا التمبريتشر اما ندخل كير او ندخل درجه حراره هنا كير مع الحراره حقيقه ما عندنا الحراره هذه اذا كانت بالسيليزي او بالاف فنحن عندنا هنا 180 فرنهايت المود ريستيفيتي لنفترض واحد المود كيك ريستيفيتي خليها 2 ذني الحراره مشيتنا على 180 درجه حراره المود ريزرفوار والمود كيك هاي المعلومات كلها موجوده البيت سايز حجمه خليه 8.5 اوكي من بعدها اني انطي رن وكذلك اعطي بلوت ريزلت هذه التصحيح مع المجسات المقاوميه كالعاده انطي فد 500 على مود اكبر المجسات خليهن 3 على مود ابلاي اوكي على مود يبينن اكثر 3 ابلاي اوكي ثلاثة ابلاي اوكي هذا التصحيح مال الاجهزه مال المقاوميه مثل ما اتفقنا انه احنا الاخضر اللي دخلناه وال 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 والاحمر اللي هو البي سي يعني كوركتد يعني المصحح. هسه نكمل التصحيح مالتنا نجي على هسه الجاما راي نجي على الدنسيتي الانبوت هو الروبل يعني مدخل دنسيتي مثل ما متفقين هذا الكوركتد اوكي بعدها المود ويت هو دخل اوتوماتيكيا
هذه ما عندي شيء بي. انطيران والطيب لوت. هذا كالعادة هذا رسم الدينسيتي وهكذا. خلي نكمل مال النيترون. النيترون هذا المدخر وهذا اللي راح يخرج لي اللي هي المصحح بي سي يعني corrected. التمبريتشر 180، درجة الحرارة في فهرنهايت، نوع الماتريكس اوكي لامستون. بعد عندي هنا أنا هني عندي open hole، ما عندي لا casing أو diameter ولا inside diameter. والtop والbottom مثل ما اتفقنا. run وبلوت result. هذه كالعادة وأقدر أني أغير. هسا أنا سويت close. هسا أنا سويت environmental correction للأجهزة اللي أنا دخلتها أو المجسات أو البيانات اللي دخلتها. اوكي في سبيل بالحسابات من احسب هسه بوروسيتي واحسب بيرمابوليتي واحسب كلاي فوليوم واحسب نت بيك راح يعتمد لي البيانات المصححه بعد التصحيح حتى تكون القيم مالتي اكثر دقه. هسه اول شغله بالحسابات اللي اني استخدمها احسب البوروسيتي والووتر ساتوريشن. منين احسبها؟ بالنسبه للباروسيتي هذه اللي هي من الكالكوليشن بيسك لوك فانكشن. هذه الباروسيتي. اوكي هذه الباروسيتي. الباروسيتي احنا مثل ما متفقين تحسب من الدنسيتي وتحسب من السونيك وتحسب من النيترون. اوكي هذه البوروسيتي تحسب من ثلاث مكانات. وهذه قايل لك هسه يقول لك الانبوت. هو الار اتش او سي. هذا الانبوت اللي هو الكوركتد. اوكي الاوتبوت اللي راح يخرج لي هو بي اتش اي في الدنسيتي. وكالعاده هذا الدي تي راح يطلع لي البوروسيتي بالسونيك، وبالنسبه للنيترون راح يطلع لي بوروسيتي بالنيترون. تقدر هنا نسوي ليميت حدود للبوروسيتي، يعني تحدد تقول له يابا انا اريد بوروسيتي من هيج لهيج، او ما تخليه بحيث هو راح يطلع لك البوروسيتي على الكيربات الموجوده. اوكي اكو مكان ثاني نحسب من عنده البوروسيتي. هذه الطريقه الاولى. هسه نجي للطريقه الثانيه اللي هي هسه هذه. اوكي اللي هي نعيدها اللي هي من الانتربريتيشن بوروسيتي اند ووتر ساتوريشن. اوكي نجي هسه هنا هذه النيترون والدنسيتي والسونيك. خلينا نضيف شغله اللي هي حكينا عليها بالمحاضره الاولى اللي هي بوروسيتي افكت. هي البوروسيتي الفعاله اللي البور اللي تكون انتر كونكتد بيناتها. اوكي حكينا عنها بالمحاضره الاولى. هذه نضيفها اللي هي رمزولها بي اتش اي اي. اوكي هاي ضفتها انا هنا. هذه هنا عندي انا نوع اللايم ستون، هذا نوع المكن مالتي. هذا نوع المعادله مال الووتر ساتوريشن اللي راح احسب بها. انا هنا عندي عده معادلات او عده موديلات احسب الووتر ساتوريشن. هاي تقدرون تطلعون عليهم وتشوفون كل معادله وين تشتغل. حقيقه يعني مثلا هسه الدول ووتر. الدول ووتر اذا كان عندي شيل وكان عندي ساند وكان عندي يعني فورميشن ب عده ليثولوجي استخدم الدول ووتر. الارشي في حال انه اذا كانت عندي قول وياي المكمن يسمونه كلين يعني خالي من الشيل. اوكي فكل معادله ولها استخدامات. الواكس مان السمندوكس فا اوكي خليها هسه الدول باعتبار اكو شيل عندنا. درجه الحراره فهرنهايت وهذه بالنسبه للانبوت كيرف. الاوتبوت كيرف اللي راح تخرج لنا بي اتش اي بالنسبه توتال وافكتيف والاس دبليو بالدول اس دبليو توتال. هذه كلها راح واللي ما احتاجه مثلا اوكي انا هسه ما اريد هذه بس اشيل الصح عنها. اوكي
هذه الانبوت بعد هاني اقول لها اوكي ايش راح يطلبون عندي؟ راح يطلبون عندي تدرج للحراره وتدرج للدبث. نعيدهم الدبث اللي كان عندنا يبدي من 3175. هذا بالنسبه للتوب، والبوتوم 3430 430. اوكي التمبريتشر خليها من 170 الى 108 الى 108. اوكي طيران هسه كلوز. اوكي هسه شنو؟ هسه لو تشوفون هسه ايش حسب لي؟ هسه حسب لي خلالي القامري، خلالي مجسات البوروسيتي سوى، خلالي المجسات المقاوميه، الملوحه، جماعه الماتريكس، الساتوريشن، رجع لي بالنسبه للبوروسيتي، بالنسبه للليثولوجي. هذه انحسبت ارقام، وهسه اعلمكم على الطريقه الطريقه ان شاء الله اللي نقدر نحول بها نحول بها هذه البيانات الى بيانات رقميه، واقدر اني استفاد من عندها. هذه هسه البيانات اللي طلعت لي انحسبت بها من خلال هاني اللي ردتها، اللي هي هذه بوروسيتي افكتيف. بالنسبه للتراكات يعني انا اقدر مثلا احذف، هذا مجرد انه اوكي هذا صار هيستوغرام ما احتاجه، مجرد انه اسوي له ديليت تراك، هذا مثلا ما احتاجه يس، هذا مثلا اني ما احتاجه اوكي، هذا مثلا اني ما احتاجه اوكي. مثل ما كذلك مثل ما اتفقنا انه اني اقدر هذه التعديلات اغير نوع الستايل، اغير السمك اوكي، وكذلك انا اقدر هذا السكيل عاده انا اسوي 500 على مود توضح عندي البيانات اكثر. بالنسبه من اسوي فورميشن ايفالويشن، هسه هذه مرحله حسابات محاسبه، بالنهايه ان شاء الله نسوي فورميشن ايفالويشن. هسه انتهينا من خطوه حساب البوروسيتي والووتر ساتوريشن. نجي هسه للبيرمابلتي اللي هي من البيسك من الكالكوليشن بيسك لوب فانكشن، هذه البيرمابلتي. اوكي البيرمابلتي اعتقد بالمحاضره الاولى حكينا على هاي المعادله، قلنا هاي المعادله اجت عده شركات سووا اختبارات، صارت هاي المعادله بها ثابت اللي هي الاي والبي والسي، كل يعني شركه او كل عالم خلى هاي الثوابت بالاعتماد على تجارب يعني. فاحنا ما نقدر نقول انه هاي المعادله صح من هاي المعادله وهاي المعادله صح من هاي المعادله. اللي نسويه هو انه نسوي فد مقارنه بيناتهم، نرسمهم ثلاثه ونسوي مقارنه بيناتهم. يعني هسه مثلا انه نجي تيم اوكي، نقول له يوز استخدم لي الثوابت مال تيمور اللي هي الاي 8581 هاي الاي، وبالنسبه للبي وبالنسبه بي 4.4 والسي 2 اوكي. هذه هسه قل لي الاوت كيرف، اوت كيرف اوتبوت كيرف اي هذا راح اخليها كي تي، كي كابيتال تي كابيتال، هذه كي بطريقه تيمر اوكي. نجي هسه نقل له على نقل على بالنسبه للموريز، موريز موجود عندنا للاويل، موجود عندنا للغاز. موريز احنا هذا اعتقد ما اوكي. بالنسبه للموريز هذا الثوابت مالته، نسميه كي بعدها موريس، خلي بس النفط لان احنا انا غاز ما عندنا.
بالنسبة للشلمبرجر هذه الثوات مالتها نسميها اوكي بس البروستي هنا اللي راح ندخلها هي الافكتيف هذه الافكتيف ليش الافكتيف؟ لان انا هنا عندي بيرمابولتي البيرمابولتي هي التدفق التدفق اللي يصير بالفلويد فاني من اخلي هنا البي اتش اي بصوره عامه توتال فالتوتال ممكن تكون بها البور انتر كونكتد متصله وممكن تكون بها غير متصله فمن خلصت الافكتيف حددت بالبوروسيتي اللي استفاد منها بالنسبه للاس دبليو خلي اس دبليو فقط اوكي هسه نجي كلوز هسه نروح لاي مكان يسوي لنا بلوت اللي هو هذا نفترض خلنا الطيران ميك بلوت هذا يسوي لنا مثلا رسم خلينا نمسح خلينا نمسح انا هسه اريد بيرمابولتي اوكي ديليت اوكي انا احتاج ثلاثه خل اسوي الواحد دوبلكيت معناها دوبلكيت معناها مثل ما نسخ يعني نسخ نفسه فهسه هنا انا خل اجي على هذا كله انا ما اريد اخيره يولي اجي هنا أنا اسوي واحد جديد اللي هنا بالان ضفتهم هسه المفروض يطلع لي اللي هنا الكي تيمور هذا كي شلمبرجر اوكي هذا طلع لي هسه البيرمابولتي طريقه شلمبرجر هذه مثل ما هسه عرفنا انه نسوي له اوكي سوي ثلاثه خلي 500 هذه البيرمابولتي بطريقه بالاعتماد على شلمبرجر نجي بالنسبه للكاتو اوكي كذلك بالنسبه العفو للكلي فوليوم كذلك الكلي فوليوم من الانتربريتيشن نحسبها هذا اللي هو الكلي فوليوم الكلي فوليوم بطريقتين يحسبن يسمونه السنجل كلي انديكيتر اللي هو يشمل جاماريك نيترون والريستيفيتي والاس بي والدبل كلي انديكيتر هن ذني اجهزه مجتمع يعني اللي هي الدنسيتي والنيترون والدنسيتي والسونيك والسونيك والنيترون هذا النيجن سوا فانا هنا خلي احسب الجاما راي العفو احسب الشيل فوليوم بهذني الطرق حددت خليت صح قبالهم ثلاثه اوكي هذا هنا الانبوت كله كوركتد وهذا الاوتبوت اللي هو في كلي جاما راي في كلي نيترون في كلي ريستيفيتي في كلي اس بي في كلي ان دي يعني نيترون دنسيتي في كلي اس دي يعني سونيك دنسيتي في كلي ان اس يعني نيترون سونيك اوكي هسه اطير حسب لي الفي كلي اوكي هسه هذا هنا بالنسبة للسنجل كلي انديكيتر وهذا بالنسبة للدبل كلي انديكيتر خلي نسويهم ثلاثة وهذا بالنسبة للدبل هذا أنا هسه جاما راي واس بي ونيترون ريستيفيتي
هذا ما احتاجه الاخير، خليني ذني اربعة. لا هذا بالنسبة، هذا بالنسبة للبيكلي. طبعا هي هذه الطريقة ممكن تكون هوسة. للأفضل، للأفضل إنه أسوي بكل تراك، كل تراك أسوي يعني هذا إني أنا هسه أريد بيكلي، خليني أمسحهم، خليني أمسحهم. أنا إيش أحتاج؟ أحتاج ستة، اثنين، أربعة، ستة. أوكي هذا هذا خذني خليه رحن، وهنا أنا راح أضيف الفي كلي. هذا أول شيء الفي كلي بالجامري هنا أنا. أوكي خليه هنا أنا ثلاثة أبلاي. أوكي هذا هنا أنا في كلي، خليه هنا أنا أضيف خليه بصفة، هذا اللي خليه يرحن. حاليا انا جاي اشتغل بيكلي من بعد الكاميري. بالنيترون ثلاثة الله بالنسبة هذا يقول هنا أنا عندي يعني هذا البيكلي. أوكي بالنسبة للاندي نشيلهم، لأن أنا مشكلة بال هذا ما قاعد يرسم بال يصير مشكلة بال بال بالاسكيل. فهذه الفي كلي اللي احنا هسه حسبناها من ذني المجسات اللي هي سنجل كلي انديكيتر والدبل كلي انديكيتر. من بعدها، من بعد ما كملنا هذه الحسابات اريد شوية احكي لكم عن الكتوف. اكو واحد عنده فكرة عن انه هو شنو الكتوف؟ شباب اي واحد عنده فكره خليه يحكي حتى تكون مشاركه. اوكي احنا عندنا قانون الاحتياطي النفطي اللي هو نسميه احنا initial oil in place، initial oil in place اللي هو سبعة، سبعة هذا بالتحويل، خمسة ثمانية اي اتش فاي واحد ناقص اس دبليو اي. اوكي هذا كله على البي او اللي هو oil formation volume factor. هاي الثوابت كلها، هذه مساحة، هذا porosity، هذا تشبع، هذا بالنسبة للأتش، هذا الأتش. أوكي هذا الأتش هنا عندنا كلش مهم بهذه المعادلة. أوكي لنفترض أنه أنا عندي هسه هذا هنا مكمل، عندي هذا مكمل
اوكي نقسم الطبقات أوكي. هذا نقسم الطبقات اجي هنا عندنا هذا البير اخترق هذه الطبقات اوكي لنفترض ان انا هنا عندي هذا سمك المكمن كله فد 100 متر 100 متر هذا كله من هنا لهنا هذه الطبقات موزعه هاي 25 وهاي 25 وهاي 25 وهاي 25 انا هنا من اجيت مثلا سويت بيرفوريشن واريد انتج من هذه الطبقه اللي هي الطبقه هذه الطبقه الثانيه هل يا ترى هذه ال 25 متر كلها راح تنتج؟ السؤال هنا لا هذا يسمونه النت ثيكنس او النت باي هو مقدار مقدار الثيكنس اللي اني استفاد من عنده او اللي يعطيني نفط فقط يعني نفترض انه اني عندي هسه هذا مال هذه الطبقه 25 فقط 10% 10 على 25 اللي هي الكلية هذا يطلع لي النسبة يسموها نت على جروس هذه النسبة يعني 10 أمتار من 25 اللي أنا أستفاد من عدها من أصل 25 هذا الأتش هي هاي العشر هذا الأتش هي هاي العشر مو ال 25 كلها هاي العشر هسه راح تقول له أنا شلون أقدر أحدد شلون اقدر اطلع هذه القيمه العشر اوكي هسه احنا مشكلتنا انه شلون نقدر نطلع هذه العشر امتار من ال 25 هسه نروح نشرح شلون نطلع الكتوف هاي العشره تطلع بالاعتماد على قيم الكتوف الكتوف للبوروسيتي والكتوف للبيرمابوليتي والكتوف للساتوريشن والكتوف للفيشيال ذني الاربع الكتوف انه اي قيمه انا غير استفاد من عندها مثلا البوروسيتي تقول لي هذا انا من البوروسيتي تكون عندي اقل من 8% هذه حتولي اهملها او مثلا الفيشيال اذا كان اعلى من 60% اهمله خيولي هذا الفيشيال كتوف 60 والبوروسيتي كت اوف 8% لنفترض اذا قال لي اكو انا عندي هاي الطبقه بيها 60% تشبع مال ووتر يعني تشبع مع اس دبليو اهمل لي اياها ما تفيدني هذه وكذلك البيرمابوليتي البيرمابوليتي الكت اوف مالتها محسوب هسه احنا نجي على هذه المحاضره حتى اسوي اني حتى اسوي كتوف اول شغله اروح للبيانات اللي هي يصيحولها الفاينل وير ريبورت هذه الفاينل وير ريبورت اعتقد هنا انا نخلي الصوره بالاخير اوكي هذه فاينل وير ريبورت هي الصورة ما واضحة لأنها عادة بيانات قديمة هذا عمق وهذا بيرمابوليتي وهذا بوروسيتي اوكي هذه يصيحولها الكور داتا هاي بيانات الكور بيانات هاي غاز بيرمابوليتي مو معناها انه بيرمابوليتي للغاز لا هذه البيرمابوليتي اللي مطلعينها بطريقة الغاز اكسبانشن هذه طرق مختبرية يقصد بها مال غاز اكسبانشن هاي البيرمابوليتي الكل طبقة هسه هذا الديب عند هذا العمق موجود عندي 336 ملي دارسي وهذا اتش معناها هوريزونتال والفي معناها فيرتيكال لان البيرمابوليتي مثل ما تعرفون هي بها نوعين بها الفيرتيكال وبها الهوريزونتال انا هنا اللي استخدمها هو الهوريزونتال باعتبار اني عندي حفر عمودي فاستخدم البيرمابوليتي الهوريزونتال والبوروسيتي كذلك استخدم اللي مقابله اللي هي الهوريزونتال هسه نرجع على هذه البيانات ننقلها للاكسل
يعني مثل ما أساني هنا أنا مسوي نحن هذا الشغل العام مع الإدارة المكملية، هاي نقلت البيانات اللي هي 3860 هذا العمق مقابل بيرما بولتيج مقابل نسبة مئوية البروسيتي، وأكمل هذه البيانات أنقلها مع البير اللي هي مع الكور. أوكي هسا هذه البيانات الأكسل أروح أرسمها على ورقة لوك لوك، بس خل أشوفكم صورة واضحة، العفو سيمي لوك وليس لوك لوك. أنا 26 واضحة بها. أوكي هذه الورقة هي سيمي لوك. السيمي لوك معناها أن أحد المحاور هو لوغاريتم، اوكي يعني ماخذين اللوج للارقام. البيرمابوليتي تكون على محور، هاي من انا عندي القيم بس اعطيهن الرسم بالاكسل، على المحور اللي هو يكون لوغاريتمي، والبوروسيتي على المحور اللي يكون عادي بدون لوج. اوكي فاني هنا عندي قيم للبيرمابوليتي كت اوف، هذه ثابت، هذه يعني المفروض احنا يعني نحفظها ونخليها ببالنا. 0.1 كت اوف بيرمابوليتي هذه للآباء للمكامن النفطية، أوكي؟ و 0.01 أوكي 0.01 هذه للمكامن الغازية، هذه البيرمابوليتي كتوف مالتها أوكي 0.01 و 0.1 قلنا للنفط اويل، و10 اذا كان عندي فراكشر، اذا كانت عندي تكسرات بالطبقات. فانا هنا عندي المكمن النفطي اوكي، فهذا من 0.1 0.1 اسقط على الخط المستقيم، اسقط على الخط المستقيم عيني، واقرا بوروسيتي كتوب. هسه هذه القيمة 5% 10% تقريبا 0.75 0.75%، هذه قيمة الكتو بوروسيتي لهذه الطبقة. معناها انه اني من تكون البوروسيتي اصغر من 7.5% اني هذه ما استفاد من عندها. اوكي هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للبوروسيتي كتو طلعتها من بيانات الكور. هسه نثبت هذه القيمة اللي هي 0.75%. هسه من ثبتتها اروح البيانات اللوج، اروح البيانات اللوج اللي هسه انا عندي اوكي، لنفترض انه اوكي هسه هذا لنفترض انها طبقه الام اي بالمشاه اوكي. هذه بيانات اللوج، بيانات اللوج راسم منه اوكي. هسه هذه بوروسيتي، هسه هنا على الورق العادي وليست السيميلوك، ورق عادي وبيانات لوك، هي كانت ورق سيميلوك وبيانات كور، وهذه هنا اس دبليو اوكي. فانا هنا هذه سابقا نطلع بوروسيتي كت اوف 0.04 اوكي، ف 0.04 تسقط على الخط المستقيم، افضل خط مستقيم، وترجع لهنا اللي صار ينس بين الستة والسبعة يعني 0.7. يعني أنا أقول له هنا من تكون عندي التشبع مال الطبقة 70% ووتر، أنا عاد وش بقى بالتشبع؟ بقى 30% تهمل لي هذا معناه كتب. وكذلك بالنسبة للفيشيال، الفيشيال هم كذلك أرسم بوروسيتي وأرسم فيشيال وأرسم أفضل خط مستقيم، وكذلك من الكتوف بوروسيتي الموجودة عندي أسقط على الخط المستقيم وأقرأ فيه شيل. أوكي هذه راح أني أطلع من عندها القيم مال الكتوف، على مود إيش أسوي؟ على مود أرجع أني للبرنامج مالتي، للبرنامج مالتي اللي هي من هاي كتوف and summation، اللي هي هذه الكتوف and summation. هسه شو يطلب من عندي؟ يطلب من عندي بس لو تشوفون، يطلب من عندي هذه البوروسيتي وهذه الووتر ساتوريشن وهذه البيكلي
اوكي هسه يطلبون عندي انا ادخل له القيم مال البروسي. هسه البروسي كت اوف احنا بنفترض ان طلعناها 0.07 اوكي، الووتر ساتوريشن كان عندي 60% يعني 0.6، والفيك لي خلي 0.67 اوكي. هذا انا دخلت القيم مالت من مال الكت اوف. بس شلون طلعت انا هذه القيم؟ قلنا من الرسومات اي طلع. هسه هذا الرسم لي الكت اوف اوكي، خلي كبرهم بس خليني اسوي لك ستين. هسه هذه المناطق الحمر على تشوفوها، هاي المناطق الحمر هي هسه هاي المناطق الحمر قايل لك باي فلاج، هي هذه هسه اللي هي تكون عندي انا النت باي، المناطق اللي اقدر انتج من عندها. اما هذه الخضراء اني ما اقدر انتج من عندها، بس المنطقه هاي الحمراء اني اللي هي منطقه البي اقدر انتج من عندها من المكمن ككل بالاعتماد على قيم الكتوف اني اللي طلعتها. هذا الخط اي هذا خط الكتوف، يعني هسه بالنسبه للفيشيال هاي زودت قللت الكتوف، وهنا انا زودته، يعني هاي انا اقدر اتحكم بها يعني. بس هنا انا باي هاند متى تجي بالضبط لازم تدخل قيمه على ما تكون النتائج مالتك افضل. هذه بالنسبه للقيم شنو؟ قيم الكتب. اوكي. هسه انا عرفت اقبال هذه الاعماق، انه هنا أنا اقدر اقبال هذا العمق اللي هو بين فوق 3400، وكذلك عندي هنا أنا اقدر اثقب. بس انتم لو تشوفون انه اقبال الجاماري، هذا الجاماري من بعد قاري لي قراءه قليله، هي هذه الجاماري من بعد قريت لي قراءه قليله اوكي. هنا أنا ظهرت عندي مناطق اقدر استفاد من عندها. ليش؟ لان من قرات لي الجاماري قراءة قليلة ايش معناها؟ معناها انه انا عندي الطبقات الموجودة ساندستون، او يعني الطبقات ما بيها شيل، ما دام ما بيها شيل يعني بيها برمابلتي اقدر استفاد منها. عكس ان انا قراءة الجاماري عالية، هذه شوف قراءة الجاماري هنا عالية، فهنا أنا ما عندي يعني بس مجرد هنا يعني، لان الشيل مثل ما قلنا هو غير نفاذ، فيمنع لي تدفق الاول او تدفق الفلود للبير ومنه الى السطح. هذه بالنسبه بالنسبه للنتوي. اوكي هسه كتحليل ارجع المحاضرات. هسه كتحليل مال طبقات، عندنا طرق التحليل تحديد الليثولوجي، شلون اعرف انه انا هذا المكمن
شنو الطبقات اللي مسيطرة عليها؟ هل هي ساندستون؟ هل هي لايمستون؟ هل هي دولومايت؟ هل هي انهايدرايت؟ هل هي طبقة ملحية؟ أول شغلة الصحوح من الباينري بوروسيتي مودلز، أوكي، اللي هي تكون الرسومات بين النيترون بوروسيتي السادة الأول والسونيك، أوكي. هذا لون كبره، هذا الرسم اللي يسمونه كروس بلوت، هذا يبين لك هذا خاصة خط الساندستون وخط الليمستون وخط الدولومايت. هذا بالنسبة للطريقة الثانية مع الباينري اللي هي الدنسيتي وين نيترون كروس بلوت، وكذلك هذا خط الساندستون والليمستون والدولومايت، وهسه واضحة. اكو طريقة ثالثة يصيحوها الام ان بلوت، الام ان بلوت هذا يجمع لي، هذا افضل من هذين الموجودات. هذا شيء يجمع لي، النيترون والسونك والدنسيتي سوا، فحد يطلع لي معادله اسمها ام، منين؟ من الدلتا تي اف، اوكي، اللي هي والدلتا تي لوج، هذه مال اللوج، والروبل كذلك مال اللوج والرو فلود، اوكي. الدلتا تي اف هذه 189، قلنا هذه بالنسبه لليمستون، و185 اعتقد بالنسبه للساندستون. البي ان اتش اي هذه هم ثابته، وكذلك هذه الرو فلود احنا معروفه، هذه بالنسبه للفريش ووتر 1، وبالنسبه للسلت ووتر 1.1. هذا الشكل يكون عندنا هيك بهالشكل. اذا هذه هنا اذا تركزت النقاط هنا تكون دولومايت، اذا هنا ليمستون، اذا هنا انهايدرايت، اذا هنا جبسون، اذا تحولت بهالشكل تكون يعني يكون مكمن غازي. اذا نزل لهنا معناها يكون عندي شيل، او صعد هنا يكون عندي سكندري بوروسيتي، يعني عندي فراكتشر بالمكمن. هذه الامثله، هذه امثله حقليه. هذه الامثله الحقليه تمثل لك هسه هذه دولومايت، هذا اللون دولومايت، وهذا اللون ليمستون، وهذا اللون ساندستون، هذا الشيل، اوكي. هسه هذا الاخضر يكون بين الساند وبين الشيل، اوكي. وبعد هذه كلها بالشيل بانواع تابع للشيل، بس عندي انا هذا النين منعطف. هسه هذه ليمستون اكثر مقاطع متركزه بهذا اللون، معناه يعني ان هذا المكمن اكثر شيء هو ليمستون، وهو هذا مال المشرف احنا نعرفه انه هو ليمستون. هذا بالنسبه للشنو؟ بالنسبه للدي تي وهي يعني السونيك وهي النيترون كروس بلوت. هذا بالنسبه للدنسيتي وهي النيترون، كذلك دولومايت ليمستون. هذا هم طلع لي انه هذا اكثر الوان اللي هذا اللون، معناه انه المكمن عندي يعني ليمستون. هذا بالنسبه للكروس بلوت. العفو بالنسبه للان ام، هذا الان ام هاي النقاط اكثر شيء متجمعه هنا اللي صار بين هسه الخمسه والسته. نرجع لهذا الرسم اللي تقريبا صاير بالخمسه والسته، يعني بهاي المنطقه هم كذلك انه عندنا بين ليمستون والدولومايت. نرجع للبرنامج مالتنا، هذه نطلع من عندها اللي هي هسه من تروح هذه، اوكي. اما من هذه اللي هي كرييت كروس بلوت، هذا ما جاي يروح للسكرين، اوكي، هذا الكروس بلوت. هذا هنا انا دا في حال انا اريد احدد له الاكس اكسس من والواي اكسس من، اوكي. او اكو شغله بي يقول لك هنا اللود فورمات، هذا يقول لك بروجكت ديفولت، هو راح يعمل لي ديفولت. انا هنا أنا اريد للديتولوجي، يعني انا انه اعرف شنو نوع المكمن. هنا أنا اختار اني مثلا قلنا النيترون دنسيتي، اوكي، هذا رسم لي النيترون دنسيتي. بس هو هنا أنا ما يطلع لي انه اني هنا أنا شنو هذا يعني. هذا قلنا دولومايت، هذا ليمستون، هذا ساندستون، هذا شيل، اوكي. وكذلك على الالوان هاي الموجوده النقاط هذه اللي موضحه. هذا بالنسبه للكروس بلوت.
بالنسبة للان ام هذا بالنسبة للان ام من الكالكوليشن اروح على البيسك لوب فانكشن ومن هنا من الماتريكس من هذا الماتريكس اختار الان واختار الان اوكي اختار هذه واختار هذه اعطي كروس اعطي هذه الان ام من البلوت اعطي كروس بلوت شوفوا الثاني هنا عندي الان ما موجود هذا هنا انا مجس النيترون مم داخله لذلك ما جاي يرسم لي اياه لان احنا هسه مثل ما وضحنا بهاي المعادله انه الان ما موجوده لان الان هنا تحتاج المجس مال النيترون اي هذا النيترون لوج وانا هنا انا مم داخله لذلك ما جاي يرسم لي هذا الرسم اوكي بالنسبة هسه كتحليل اوكي بشكل عام انا من اريد اعرف شنو نوع الطبقات الموجودة لازم اخلي ثلاث مجسات سوء يعني بالقليل ثلاث مجسات سوء اللي هي الجاماري والريستيفيتي اوكي والويجن سوى النيترون والبولك اوكي النيترون والبولك هذني اخليهن سوا اوكي الجاما ريتم تعرفونه من يقرا قراءه عاليه معناها انه انا عندي شير ومن يقرا قراءه ناصيه معناها ايش عندي يعني معناها عندي ساوند اوكي بالنسبه للريستيفيتي الريستيفيتي دائما تكون مقاومه الهيدروكربون عاليه وتوصيليته قليله بين اول اما الووتر فهو المقاومه قليله وتوصيليته عاليه اوكي هذا من يجي سوى هذا اذا كان بين فتحه بين المجسيم اوكي هذني متعاكسات هذن المجسات متعاكسات يعني هذا بعدي من 45 سالب 15 يعني من الكبير للصغير وهذا من الصغير للكبير فمن يتعاكسن اوكي معناها المنطقه عندي غازيه اوكي منطقه عندي غازيه هذا معناها ان انا غاز شلون انا استدل انه هذا موجود غاز هنا لان مقاومه الهيدروكربون بنفس الوقت شنو مقاومه الهيدروكربون عاليه وبنفس الوقت انا المنطقه هنا انا الجاما راي اما قاري لقراءه عاليه معناها ان هنا عندي ساندستون اذا هذه الطبقه انا اقدر استفاد منها هذه المنطقه لو تشوفوها هذا من يبدي يكون قريبات يعني يقرن تقريبا قراءة وسطية فيكون الكيربات متقاربة عندي حالتين أما موجود ووتر أو موجود نفط أوكي زين هنا شلون أنا أفصل من عدن أفصل 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 بينهم أفصل إذا كان عندي الريستيفيتي قارئ قراءة عالية معناها أنا عندي هنا نفط أوكي وإذا كان قارئ قراءة قليلة معناها هذه المنطقة بيها ووتر لأن ليش؟ لأن قلنا المقاومية مال الووتر كلش قليل فهذه المنطقة ووتر وهذه المنطقة أويل شلون أقدر أسويها أنا هنا بالآي بي اوكي هسه هنا انا اجي بدي امسحها ديليت ديليت اوكي okay.
هسه أنا هنا أنا هذا عندي أول شيء قامري، أوكي خلي أسوي duplicate، خل أضيف هنا أنا قبله أضيف هنا أنا الكالبر، هذا كترتيب عام يصير هيك بهالشكل مثل ما هسه راح أسوي أنا الماشي يعني بتحليل اللوج. اوكي هذا الكاليبر من 6 ل 16 هذا صار لي الكاليبر، هذا القامري هذا هنا أنا يعني هسه خل أخلي النوبل ريستيفيتي ليفل اندكشن لوب هذا الديب اوكي اوكي اوميتا سيد بس الشاشة حل مقر يوم سويها شنو الشاشة حل مقربها الشاشة حل مقربها ما لا ليش طبيعي ليش طبيعي يعني ما لا لا مو طبعا بس ال ال دي سي لا ليش ما اعرف خاف الخلل يمك ماذا اشوف شباب اكو مشكلة بال بال بالشير لا طبيعي اي لازم تمام بس هذا خلينا نعطي دوبليكيت نجي هنا نسوي له اديت تعديل نضيف نيترون نضيف الروبوك وين الروبوك هذا الرابط عفوا الجوال تركت هذا تركت هذا بالنسبة للرابل هسه أني أرجع أسوي له
طبعا هنا احنا هساني المشكله ما ندخل نيوترون، النيوترون ما داخل بالمجسات، فهذه هنا هسه حاليا دخلت عندي النيوترون داخله بس الروبل قريب، المفروض يكون النيوترون هنا حتى يقرا لي اذا كان عندي فد جاب اقرا مثلا المنطقه الغازيه او نفطيه او ووتر. هسه بس انا هنا اقدر استدل انه هاي هنا اكو مقاومية عالية بهذه المنطقة، اكو مقاومية عالية، اوكي معناها انه هنا اكيد فد اكو هيدروكربون عندي بهذه المنطقة. في حال انا هنا عندي كذلك الجاماري بهذه المنطقة قارية قراءة قليلة اللي هي يعني حوالي اقل من ممكن 20، فالجامرة هنا قيمتها كلش قليلة، فهنا المكمن كلين فيكون هنا ساندستون، فهنا عندي هذه المنطقة كذلك قراءة المجلس مع المقاومية عالية، يعني معناها هنا عندي أني هيدروكربون موجود، عكس هنا الجامرة عندي قراءات شوي عالية، وكذلك هنا المحتوى مالته هذا المجلس المقاومية قارئ قراءة قليلة. هنا أنا أكيد أنا عندي هنا فد ووتر موجود. أنا هنا أنا تقريبا كشرع عام كملت، هسه نستقبل استفساراتكم. ها بالنسبة للهيستوغرام، بشغلات حلوة الهيستوغرام، أي شغلة تريد ترسم لها هيستوغرام تيها كنسل، نفترض أن هذا أعطي كليك أيمن أنطي قام راي هيستوغرام، هذا الهيستوغرام يطلع لك القيم مثلا أنا هنا أحتاج بحسابات نظرية مثلا مال الجاماري، احتاج جاماري مينيموم جاماري ماكسيموم، هنا يعطيك الجاماري مينيموم جاماري ماكسيموم، ينطيك الستاندرد ديفيشن الانحراف المعياري، يعطيك المنوال، يعطيك المين، فهذا القيم ممكن مفيده وحلوه. هذا بالنسبه للخط، وهذا الخط يمثل لك الافريج بالنسبه للرسومات هذه الاحصائي. أنا حاليا هنا أنا تقريبا كملت الموجود عندي، طبعا هو كلش برنامج واسع فما أعتقد يكمل حتى أسبوع، بس هذه كتطبيق سريع عليه. إذا عندكم أي استفسارات ممكن إضافة. شباب، مثل ما نوهنا سابقا قلنا البرامج النفطيه انه هي عباره عن شيء كلش ضخم، يعني بيكون شغل، فاحنا شو نسوي؟ نسوي تعريف عن البرنامج وعن شنو يشتغل وشنو فائدته وتطبيق اساسي، يعني التطبيق الاول لهذا بالضبط البرنامج حتى بالضبط يكون بالضبط له، ومن ثم ان واحد يتطور ويتعلم تكون بعد هاي الانطلاقه او نقطه البدايه. دائما كل بدايه هي الصعبه، فاحنا نقطه البدايه هنا، يعني اذا كل برنامج نطيب تفاصيل اقل برنامج ياخذ شهر او اكثر. بالضبط فحاليا شملنا كل شيء مهم بالبرنامج وكل اساسيات تقريبا البرنامج. هسه اللي عليكم ان تسويون هنا، وبعدين انتم تطبقون، تنزلون البرنامج وتطبقون وتتعلمون اكثر واكثر. فهسه اي سؤال منتظركم، اي سؤال، اي استفسار، اي شيء. أنا هنا أنا مصطفى أعتقد كابتن لو فات، أنا هنا راح أغلق الريكورد على مود الفيديو ما يطول. تمام، اغلق الكاميرا. على مود الفيديو.